انت اللي بلغتي عن الجريمه؟ جريمه؟ ليش سهام انقتلت قتل؟ انت شو رايك؟ انا فكرت انتحرت. شو اللي خلاكي تفكري هالتفكير؟ حالتها امبارح بعد اكتشاف النقص اللي طلع عندها ما كانت بتسر بنوب، وكان احساسي قايل امبارح انها بدها تنتحر، وانا كنت ناوي نام عندها بس المرحومه ما خلتني نام. وليش ما خلتك؟ الظاهر كانت مصممه على الانتحار وما بدها حدا يمنعها. انت صديقتها من زمان؟ من 3 سنين انا وياها بمكتب واحد، يعني عم نشوف بعض اكثر ما عم نشوف اهالينا. باعتبارك صديقتها كثير، يعني هي ما لمحت لك على النقص الموجود عندها قبل البنك ما يعرف؟ بصراحه هي لمحت لي تلميح بس ما فهمت، وما كنت متوقعه انها ساحبه كل هالمبلغ اللي طلع عندها. الوفاة صارت بين 10 و11، وأنا برجح نظرية الانتحار لولا شو؟ لولا سؤال أنا ما عندي إله جواب، يعني لو المغدورة اللي هي اللي أطلقت النار على حالها كانوا الجيران سمعوا صوت الطلقة وخبروا. هلا أنا سألت الجيران بالبناية وأكدوا لي إنه ما سمعوا شيء نهائيا. باعتبار البناء معزول حراريا والشبابيك دبل جلاس، فاحتمال كتير كبير إنه الصوت ما يسمع. في شيء محاولة كسر أو خلع؟ أبدا، باستثناء الباب الخارجي اللي خلعته الشرطة لما فاتوا على البيت. مفاتيح الباب وينه؟ على قول الشرطي انه المفتاح كان بالباب من جوا، ولما خلعوا الباب وقعوا المفاتيح على الارض. في شيء غريب. شو الغريب؟ اذا استبعدنا قضية الانتحار صار عنا سؤالين بدهم جواب. كيف القاتل قدر يفوت على البيت وكيف طلع كمان؟ هلا بجوز يكون معه مفتاح تاني او دخل مع المغدورة لما اجت على البيت. هلا الاحتمالين بيشيروا انه القاتل كان على معرفة وثيقة بالمغدورة، اما انه حدا طلع وقفل الباب والمفتاح موجود من جوا فهذا سؤال صعب بده جواب. انا رايي نشوفها لجهان ونشوف شو اقوالها. ايه مدام جيهان، لالا ما قلتينا شو سبب النقص اللي طلع عند المغدورة؟ تفاصيل ما بعرفها، بس اللي بعرفه انها كانت بتحب واحد وكان يستغلها، وكان على طول يوقع بمشاكل مادية ويطلب مساعدتها، وفعلا هي تلبيه. من زمان بتعرفه؟ تقريبا من شي سنة. معقولة بتعرفه من سنة بتصرف عليه كل هالصرف؟ هو كان بالهموط كتير ومشاريعه كلها خيالية ويا ما صرفت عليه. وينه هلا؟ اختفى من شي شهر وما عادت سمعت عنه شي. معك مفتاح البيت؟ انا؟ لا ابدا، وليش ليكون معي يعني؟ المرحومة كانت عايشة لحالها وانتي صديقة عزيزة علي كتير، يعني ببساطة ممكن يكون معك مفتاح البيت. لا هي عطتني ولا انا طلبت. طيب بدي تعطيني اسم وعنوان اللي كانت تحبه المرحومة، ضروري نشوفه يعني نحقق معه. ايه تكره. معك قلم لو سمحت؟